قبل ما نكمل السلسلة تاعت أويكند جاينت وذين، أيقظ العملاق بداخلك لأنتوني روبنز. أول شيء إحنا حكينا عن المعتقدات، فهلأ شو هي تعريف المعتقدات؟ أول شيء هون الكتاب معرف المعتقدات هي الشعور باليقين أو الإيمان، يعني الإيمان هو الشعور باليقين. مثلا بيحكي لو شخص بقول مثلا أنا بؤمن إني أنا ذكي، هي نفسها تساوي أنا متأكد أو عندي يقين إني أنا شخص ذكي. هي عبارة عن سيستمة المخ وكيف أنت بتطلع على حالك. بدي أقول هذا اليقين بعطيك مرجع لإلك إنك أنت تسوي عليه أشياء كبيرة. هلأ كيف تحول الفكرة إلى معتقد؟ هون الفكرة الرئيسية تاعت الكتاب. أول شيء هو أنتوني روبنز حكى عبارة إنه الفكرة هي عبارة عن الطاولة، لو مجازيا طبعا الفكرة هي عبارة عن الطاولة، وأنت كل ما عملت دعمت الفكرة تاعتك في مراجع معينة، يعني زي كده تحط لها الطاولة إجرين وتصير طاولة، في اللحظة اللي بتصير فيها الطاولة هي راح تصير معتقد، وبناء عليه أنت هذا المعتقد بتستخدمه حتى تحقق أهدافك. ولكن المعتقد له إيجابيات وله سلبيات. في المثال اللي حاطه الكتاب هو حاط إنه أنا جذاب، الفكرة هي، ولما دعمها إيش حاط؟ مثلا أنا عندي سيارة حلوة، أنا بروح النادي. هو دعم الفكرة، أنت دعمها بقى. يعني كل ما دعمت الفكرة تاعتك أكتر بمراجع كتير، كل ما صار معتقدك أقوى. ولكن تاخذ بعين الاعتبار إنه الفكرة اللي أنت بدك تدعم فيها فكرتك الرئيسية مش ضروري تكون يعني حقيقية، بظبط أنت تحطها في مخك. يعني إنه المخ زي ما حكينا أكتر من مرة إنه ما بيميز بين الفكرة الحقيقية والفكرة الغير حقيقية، أنت إذا دعمتها بتصير. ولكن لازم تحرص إنه هذا المعتقد يكونش سبب في دمارك. كيف يعني؟ إنه في ناس بيقولوا إذا أنا فشلت بهذا في الماضي فأنا ليش أتعب حالي فأكيد مش رح يزبط معي. غلط، لا. يعني المعتقدات إذا كانت في اتجاه إيجابي حافظ عليه، بينما إذا كان اتجاه سلبي حاول انسف وحاول تخلى عنه. هلا بكمل هون وبحكي إنه بيحكي عن شخصيتين، إنه بيحكي عن بيل جيتس. الكل بيعرف بيل جيتس، بس احتياطا بدي أحكي عنه. بيل جيتس هو من أغنى أغنياء العالم، يعني مش أغنى شخص، أغنى أغنياء العالم. هو بتغير كل فترة فالواحد بيقدرش يعرف يعني إيش بيل جيتس سوى. بقول لك بيل جيتس سمع إنه هو على فكرة يعني هو مش عبقري وزبطت معه، هو مجرد شخص عادي، يعني إنه شخص ذكي وبس. إيش هو استغل فرصة، سمع إنه في شركة بدها تعمل كمبيوترات شخصية وبدها برنامج للأساسيات لإلهم، فهو اتصل عليهم وقال لهم إنه خلص انا راح اعطيكم الموضوع وعندي فكره، وفي الديدلاين اللي انتم حاطينه انا راح امشي معكم، راح اسلمكم كل شيء. بينما هو في اللحظه اللي اتصل فيهم ما كانش عنده ادنى فكره عن شو بده يسوي. وبالفعل هو وشريكه راحوا سووا البرنامج الاساسي اللي هو المايكروسوفت، الكل بيعرف مايكروسوفت. هلا بدنا نيجي نحكي عن الشخص الثاني واللي هو روجر. روجر في عام 1954 كان الماين بيقدرش الواحد يركضه بأكثر من 4 دقائق، يعني الرقم القياسي كان 4 دقائق، ولمئات السنين ضل هيك، لدرجة إنه أصبح حقيقة علمية إنه المايل ما بقدرش بظبطش ولا إنسان إنه يركضه في أقل من 4 دقائق. فهو حط الفكرة براسه، ظبط حاله ذهنيا وجسديا. ذهنيا إيش؟ إنه صار كل يوم يتخيل إنه هو بده يخلص المايل بأقل من 4 دقائق. هو يعني إذا سوى هذا الإشي حيكون أول إنسان، وبالفعل صار هو أول إنسان بركض المايل في اقل من 4 دقائق. بس بقولك مش هون الغريب انه في اللحظه اللي روجر خلص فيها المايل باربع دقائق وكسر الرقم القياسي والقاعده العلميه، في نفس السنه ثانيه 37 شخص كسر الرقم. يعني لمئات السنين الرقم اللي عمره انكسر، بس في اللحظه روجر كسر فيها اعطى اعتقاد وايمان للناس التانيين انه هذا الشيء بظبط يصير. وبالفعل صار 37 نفس السنه كسروا الرقم، و 300 بقول لك تقريبا 300 في السنة اللي بعديها. هلا ايش المشكلة؟ أكبر مشكلة الإنسان بيسويها بتوقع، المشكلة إنه الإنسان بيكون يحكي إنه إذا أنا غلطت في هذا الإشي في الماضي وجربته أكثر من مرة فأكيد مش رح يزبط في المستقبل. اللي بيسوي هاي الحركة بيعرف إنه بيحدد حاله، وهذا أكبر خطأ اللي بيخلي الماضي يربطه عن أهداف المستقبل، ويخلوه إذا إنه يخلي الماضي اللي فشل فيه مرجع له للمستقبل. وبقول لك إذا أنت كإنسان حابب تخطأ، فأحسن خطأ تخطئه انك تبالغ ايمانك بقدراتك. هذا احسن خطا بظبط الانسان يسويه. احنا نكمل نحكي على عملوا هلا هم مقارنه ودراسه بين الناس المتشائمين والناس المتفائلين. هل ايش الفرق بين الناس المتفائلين والايجابيين؟ اعطوهم مهاره وقولوا لهم تعلموا.
اجى للواحد البني ادم المتفائل، لقوا انه هو مش دقيق. يعني ايش بيسوي؟ بيسويش يعني بتقدمش في المهارة زي ما هو مفكر، بس ايش هو لك انا كويس، انا بتحسن، انا ان شاء الله رح اتعلم باسرع واسرع واسرع. بينما لما راحوا للمتشائم وجدوا انه هو دقيق، يعني لما اقول لك انا وصلت لهذا الليفل يعني وصلت لهذا الليفل، بس ايش المشكلة اللي فيه؟ انه هو بيزرع براسه بقول انه انا لساتني هون مش قادر اتقدم، التقدم مثلا كتير صعب. فلقوا انه يعني صحيح انه المتفائل تقدمه اقل من المتشائم، ولكن في النهاية المتفائل هو اللي بينجح اسرع بكتير وبتعلم المهارة من المتفائل من المتشائم، لانه المتشائم بيضل يزرع براسه افكار سلبية عن هاي المهارة وما بتعلمها، بينما المتفائل بضل يزرع براسه افكار ايجابية وبحس انه تقدمه كتير سريع، وبالتالي تقدمه بصير كتير سريع. في بيحكي كمان برضو على انه الاختلاف بين الناجحين والفاشلين. هلا هو بفضل بيحكي انه الناجحين هي عبارة عن متفائلين والفاشلين هم عبارة عن المتشائمين، هو هيك مشبههم يعني. هلا ايش بيحكي الاختلاف بين الناجحين والفاشلين؟ انا ليش استعمل كلمة فاشلين؟ بحسها كلمة ثقيلة، بينما بحس انه الناجحين وغير الناجحين. الاختلاف الاول انه بيعتبروا المشكلة دائمة. مين هدول؟ الغير ناجحين. الغير ناجحين بيعتبروا انه اي مشكلة بتواجههم هي مشكلة دائمة حتى لو كانت اشي بسيطة، بينما الناجحين بتطلع على المشكلة وبقول لك اه مش مشكلة اخرتها تنحل، يعني فيش اشي دائم. فيش المشكلة التانية شو؟ التعميم. بيجي مثلا واحد بتدرب في نادي، بيجي غير الناجح مثلا بخربش في اكله، بقول لك يا الله المشكلة فيي انا، انا بني ادم فاشل رح اضلني كل حياتي ناصح مش رح اسوي اشي. بينما الناجح ايش بيجي بقول لك؟ بقول لك انا عندي مشكلة بأي طريقة اكلي، لازم اغير طريقة اكلي. اي انه خلى المشكلة بالفعل مش في شخصيا، يعني خلى المشكلة انه اذا انا غيرت هذا الفعل راح يتغير النتيجة، فالمشكلة مش انا، المشكلة الفعل اللي بتاخده. النقطة الثالثة انه الغير ناجح بخلي كل شيء زي ما ذكرنا قبل شخصي. يعني ايش؟ بخلي المشكلة في الشخص وبيحمل حاله اكثر من اللازم، بينما الشخص الناجح بخليش، بقول لك المشكلة دائما بربطها بالافعال. هلا في صورة هون حاططها في الكتاب انه كيف الشخص اذا شاف حاله انه ضل يقلل من قيمته وقلل من قيمته، بالاخر يعني يمكن يشتغل مطاب. هو مصور الصورة مطاب في شارع، راح احط لكم اياها. انا لساتني مش قادر اشتغل احط الاشي على جانب هون لانه اللابتوب تاعي قديم ومش البرنامج اللي نزلته شو بده يشتغل، فلساتني بشتغل على الموفي ميكر، فاستحملوني شوي.